بعد طول انتظار، السودان خارج قائمة الإرهاب. إصابة نمر بكورونا تثير المخاوف. عيادة طبيب الغلابة في مصر تفتح من جديد. هذه الأخبار وغيرها نقدمها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. في خطوة انتظرها الشعب السوداني طويلا، أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم أن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب دخل حيز تنفيذ بعد انقضاء فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما. السفارة الأمريكية في الخرطوم كتبت على صفحتها في موقع فيسبوك بأن وزير الخارجية مايك بومبيو وقع بلاغا يلغي اعتبارا من اليوم السودان بلدا يرعى الإرهاب، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يدخل حيز تنفيذ في 14 من ديسمبر الحالي. بعد أسبوع على حملة بدء حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في بريطانيا، أكد خبراء في المملكة المتحدة أن نساء الحوامل لن يحصلن على تطعيم لأن التجارب السريرية للقاح لم تشمل الحوامل. الحكومة البريطانية أصدرت إرشادات توضح أنه لا ينبغي تطعيم نساء الحوامل إلا بعد الولادة، إضافة إلى اللواتي يعتزلن الإنجاب. في حادثة فاجأت الأطباء البيطريين في الولايات المتحدة وأثارت مخاوفهم، أعلنت حديقة حيوانات في ولاية كنتاكي إصابة نمر ثلجي بفيروس كورونا. إدارة الحديقة أشارت إلى احتمالية انتقال الفيروس إلى النمر عبر أحد الموظفين الذين يحملون المرض من دون أن تظهر عليهم أعراض. بعد أشهر على وفاته، قرر طبيب مصري إعادة افتتاح عيادة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة الراحل، والذي كان يعالج مرضاه بسعر زهيد لا يتجاوز 10 جنيهات. الدكتور حسني قطب استشاري جراحات وأمراض الكبد قرر فتح العيادة الواقعة في مدينة طنطا شمالي مصر بعد اتفاقه مع أسرة الطبيب الراحل على أن لا تتجاوز قيمة الكشف 15 جنيها، أي ما يعادل دولارا واحدا.